لو الحكاية فيها إن فيتو الشباب مش شايفة إن في عمل زهقوا، يعني كل صحابي زهقوا من مين ينتخب مين، وأهليهم بيتخانقوا معاهم عشان يروح ينتخبوا، مش راضين يروح ينتخبوا لأنه مش فاهمين حاجة، يعني مين هيبقى أحسن، إحنا خايفين نختار حد تاني ويطلع غلط. ف وهذا سبب كيف الناس تقطع يعني؟ ده سبب كيفي ان الناس مكسلة، بتقول ما هو كده كده هيكسب ننزل ليه، فبالنسبة لهم كيفي يعني، هم خلاص مش حاطين في دماغهم ان هم ينزلوا وينتخبوا بس. فيتو.